وانا بشوف ان خساره النادي الاهلي للدوري هي دافع كبير جدا وانطلاقه كبيره جدا لكل البطولات اللي جايه ان شاء الله. طيب خليني اقول لجمهور الاهلي طبعا انه بعد مرور 5 دقائق من الشوط الثاني من مباراه كره اليد اللي بتجمع بين الاهلي وفاب الكاميروني في بطوله ابطال افريقيا ابطال الكؤوس، النتيجه 26-13 لصالح النادي الاهلي بعد 5 دقائق بس من الشوط الثاني، فان شاء الله باذن الله مواجهه تكون محسومه لصالحنا ويبقى كده العلامة الكاملة بالنسبة للنادي الأهلي. طيب خليني أكلم على مستر موسيماني، إيه الحاجات اللي شايف إنه نسخة الأهلي الجديدة؟ يعني إحنا أنا كنت ببتدي الحلقة النهاردة كابتن أحمد بقول إنه الأهلي في اللحظة دي عنده فرقتين. عنده فرقة أبطال اللي حققوا زي ما حضرتك قلت من شوية 5 بطولات الموسم الأخير، منهم بطولتين يعني كانوا وحشنا بقالهم كتير جدا من بطولات أفريقيا، ودول بالتأكيد الأهم والأصعب. وعندنا فرقة تقريبا بتضاف عليها، عندنا 4 صفقات قدمهم النادي الاهلي وتم الاعلان عنهم، بيرسي تاو، لوي مكسوني، كريم فؤاد، وحسام حسن، وكمان في بعض الصفقات اللي هيتم اعلان عنها في الفتره اللي جايه، بالاضافه نضيف عليهم كمان المعارين من النادي الاهلي اللي قدموا موسم مميز جدا، سواء كنت بكلمك على احمد عبد القادر في سموحه او عمار حمدي في الاتحاد او عبد المنعم في سموحه او حتى العربي بدر مع الجونه.